السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء 26/4/2023 في الجولة 31 من الدوري الإسباني. اليوم أتلتيكو مدريد فازت على ميوركا 3-1، أحرز هدف أتلتيكو مدريد رودريجو دي بول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضعف في الشوط الأول، وألفارو موراتا في الدقيقة 47، ويانيك كاراسكو في الدقيقة 77. هدف مايوركا عن طريق اللاعب ناستاسيتش تقريبا اسمه كده في الدقيقة 20. ختافي خسرت من الماريا 1-2، وسيلتا فيجو فازت على اليتشي 1-0، وريفالكانو فازت على برشلونة 2-1، احرز هدفها ريفالكانو. الفارو غارسيا في الدقيقة 19، وفرانسيسكو غارسيا في الدقيقة 53. هدف برشلونة جه في الدقيقة 83 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب الاول. كان امس الثلاثاء 25/4/2023 عملت انا شورتس، للاسف كنت مسافر يعني الحمد لله على كل حال. بدايه الجوله 31 كانت امس الثلاثاء، قادش خسرت من اوساسونا 0-1، وجيرونا فاز على ريال مدريد 4-2، ورايو ريال بيتيس فاز على تعادلت امام ريال سوسيداد 0-0. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الاسباني ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الدوري الاسباني برشلونه المركز الاول 76 نقطه، ريال مدريد المركز الثاني 65 نقطه، اتلتيكو مدريد المركز الثالث 63 نقطة، ريال سوسيداد المركز الرابع 55 نقطة، ريال بيتيس المركز الخامس 49 نقطة، فيا ريال المركز السادس 47 نقطة، اتلتيك بلباو المركز السابع 46 نقطة، اوساسونا المركز الثامن 44 نقطة، رايو فايكانو المركز التاسع 43 نقطة، جيرونا المركز العاشر 41 نقطة، ميروكا المركز 11 40 نقطة، سيلتا فيجو المركز 12 39 نقطة، إشبيلية المركز 13 38 نقطة، بلد الوليد المركز 14 35 نقطة، الميريا المركز 15 33 نقطة، قادش المركز 16 32 نقطة، جيرونا ختافي المركز 17 31 نقطة، فالنسيا المركز 18 30 نقطة، إسبانيول المركز 19 28 نقطة، وإليتش المركز 20 والأخير 13 نقطة. بالنسبة لترتيب الهدافين، في المركز الاول روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونه سجل 18 هدف، في المركز الثاني ابو ابراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد سجل 14 هدف، والمركز الثالث انيس اونال لاعب ختافي 13 هدف، في المركز الرابع بورخا لاعب ريال بيتيس 12 هدف، وايغو سباس لاعب سيلتا فيجو، وخوسيلو لاعب اسبانيول، وفيدات موريكي لاعب مايوركا. بالنسبه لصناع الاهداف، صدر صناعه الاهداف انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد صنع 10 اهداف، في المركز الثاني لوكاس روبرتون لاعب الميريا صنع 8 اهداف، وميكل ميرونو لاعب ريال سوسيداد، وفينيسيو جونيور لاعب ريال مدريد. المركز الثالث رودريجو لاعب ريال مدريد صنع 7 اهداف، وماركو اسينسيو المركز الرابع لاعب ريال مدريد صنع 6 اهداف، يتساوى معه روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونه، وسيرجيو كاميلو لاعب ريال فالكانو، وسامو تشيكوز لاعب فياريال. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.